يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أخذ العلماء رحمهم الله من قول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى الآية، أخذوا منها حجية الإجماع. هل الإجماع المقصود به هو اجتماع الكثرة على أمر من أمور الدين؟ وكيف يكون ذلك إذا كان الحق مع القلة؟ الإجماع إجماع العلماء المعتبرين، إجماع العلماء المعتبرين، وهو ينقسم إلى قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني، والإجماع السكوتي هذا يسمونه إجماع ظني. أما الإجماع القطعي، إجماع على الأسماء والصفات، هذا قطعي أنهم أجمعوا على إثباتها وعلى عدم تأويلها، هذا إجماع قطعي، وأجمعوا على مسائل الإيمان، هذا إجماع قطعي لا شك. الإجماع يختلف، والآية دليل على أن من خالف الإجماع فإنه قد اتبع غير سبيل المؤمنين. أما الإجماع الظني لا، الإجماع الظني قد يكون أنه أن بعض الذين سكتوا لم يوافقوا على هذا الشيء، يحتمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى لذلك قالوا أنه ظني، لاحتمال أن الذي سكت لم يرضى بهذا الشيء، أو لم يبلغه، أو أنه لم يبلغه هذه المسألة. السكوت ما يدل على المذهب. نعم.